برضو كان لسه من يوم تقريبا ولد قال ان امه رمته بقالها 11 سنه. كان ساعتها هو عنده 11 سنه، رمته في الشارع. انا مش بحكي لكم قصه او حدوته، ده انا بقول لكم اللي حصل من لسان الولد. قال ان امه رمته من 11 سنه وقالت له ان هي مش عايزاه، وبيقول ان امه خصيم، هو خصيمها يوم الدين ومش مسامحها لانها فرطت فيه وما كانتش عايزاه. الولد ده هنسمع بس جزء صغير من الكلام وهرجع أقول لكم كلام مهم جدا متعلق بالموضوع. بتقطع من جوا، انا عايز ابقى مع مامتي حتى ولا لا. خليني معاك، اقول لبابا خليني معاك، تقول لا راح مع ابوك، وانا ماسكها من هنا كده تقول لا راح مع ابوك. ازاي ايدي سبتيني في اكتر وقت اللي كان اي طفل بيعمل عامله كان بيعملها وبيروح يستخبى في حضن امه. ايا كان، يا لو بتعاقب مش بتعاقب والدي، بتعاقبنا لحد 2014 دي كانت اخر نظره شفتها فيها. عشان كده بقول لك انت لو مت والله مش مسامحك، انا خصيمك ليوم القيامه لحد ما نقف انا وانت قدام ربنا. زي ما سمعته قال لها سبتيني في اكتر وقت كان لما عيل بيعمل حاجه بيجري عشان يترمي في حضن امه ويستخبى او يتحمى فيها من الناس. لو متي انا خصيمك يوم الدين. الكلمه كبيره وصعبه، يمكن رواد التواصل الاجتماعي والناس اتهمته من شكله او من ستايله ان اكيد انت اللي عندك مشكله، لانه كمان شغال شغلانه يمكن احنا ما بنقبلهاش، رسام تاتو بيرسم الوشم والتاتو والحاجات اللي كلها خلاف في، وكلنا طبعا عارفين انها حرام شرعا رسم التاتو والوشم وخلافه. فيمكن ده اللي خلى الناس تاخد عنه انطباع انه لا انت اكيد عندك مشكله. لكن هو بيقول من 2014 رمته ما تعرفش عنه حاجه، وما تعرفش عنه حاجه. الحقيقه فين يعلمها الله، لان هو حكى ما نعرفش امه هتقول ايه وامه تعرضت لايه، ده برضو يعلمه ربنا. عشان بس برضو ما نكونش ايه بنحكم من طرف واحد. ليه؟ لان في امهات كتير قوي مظلومه، وفي امهات كتير قوي من كتر الضغط اللي بتبقى شايفاه من راجل مريض بقى بيشرب مخدرات بتبقى مش عارفه تعمل ايه. فاحيانا ممكن تمشي، ممكن تطفش. طبعا الست اللي بتسيب ولادها ده شيء مؤلم جدا جدا عليها، وخدي ولادك تحت اي ظرف واي مسمى، يعني انا بشوف كده. لكن برضو يمكن انا بقول كلام عشان انا قاعده على كرسي وفي تكييف، لكن وقت المشكله الكبيره الله اعلم واعلى بظروفها، ممكن بتبقى هي نفسها مش عارفه مصيرها ايه او هتروح فين، فبتبقى شايفه انها تسيبهم لحتى على الاقل ما تظبط الدنيا، بس في الاخر خلاص الولاد بيروحوا منها وهي بتروح والولاد ما بيغفروش. ده صعب جدا جدا جدا، الفيديو ده مؤلم جدا جدا جدا. اصل انا عارفه ان اللي اتحرم من امه ده لازم يبقى بالطبع انسان عنده حته كده حزينه جوه قلبه، لازم يكون عنده حته حزينه، حته ما بيداويهاش الايام ولا بتداويها فرحه باي شيء تاني. عشان الام يعني شيء عظيم قوي وكبير قوي، فلما حاجه كبيره قوي تقع منك مش اي حاجه تانيه سهل تقدر تعوضك او تقدر تملى لك الحته اللي امك تركتها فيك او سابتها جواك، بيبقى الموضوع صعب. عشان كده ربنا ما يحرم حد من امه، يا رب ربنا ما يحرم حد من امه، الموضوع قاسي جدا جدا. الولد ده نفسي اعرف الحقيقه، وانا بطلب منكم اهو، بطلب ان الولد ده لو حابب يكون معايا، والام لو سمعانا عايزه اسمع منكم انتوا الاثنين، عايزه لو النفوس شايله اكون سبب ان الدنيا تهدى ما بينكم. يمكن هو مش فاهم الصوره كامله، ويمكن مش فاهم انت مريتي بايه عشان تسيبيه، ويمكن انت قصرتي فيبقى واجب عليكي تعتذري له وتحضنيه وتقولي له انا اللي باقي من عمري هبقى معاك، وطالما في العمر بقيه وفينا نفس نقدر نصلح اخطاء الماضي. فانا بوجه رساله للولد وللام، يا رب اكون سبب وتتلموا مع بعض واسمع منكم انتوا الاثنين ونصلح اللي اتكسر.